جيهان حبيبي مبسوطة بالبلوزة تبعي؟ يعني لقيمت والله ما ضل عندي ولا بلوزة ولا تيشيرت جديد خارج ألبسه بشي مشوار خلص. كله لبستي يعني؟ ما عندي لبس اليوم نزلت على السوق اشتريت لبس اشتريتي لبس؟ وإذا حابين تشوفوا احضروا على قناتي الخاصة شو اشتريت لإلي وللبنات أتينا هون عب ايش عم تعملي أتينا عم تعيط جيهان بس حبيبي ماني نسيان شو؟ انتي رحتي على السوق وأنا كنت نايم هيك؟ خذ كرتك بالسر من وين اخذتي؟ الا اخذت مالي الا اخذت بس الا كانت بالبيت حبيبي اخذت لي وبعدين جابت لي وانا رحت هلا انا كنت بدي اتفرج على الفيديو على فكره اهمني بدي اشوف ايش فيه عادي كله تنزيلات لحقت تنزيلات دخيل الله على التنزيلات اخر نفس لحقت يا جماعه المهم اشتريت يا جماعه في شغله كثير حلوه ورح تنبسطوا فيها وشغله هيك يعني ما بعرف فيها حبيتها وكثير فرحت فيها انه بكل مكان في ساعة واحدة بكل بيت في ساعة واحدة الا ببيت ماما وبابا في ساعتين واحدة هون هلا هون الساعة 5 بتوقيت بلجيكا وفي واحدة هون عندنا الساعة 8 بتوقيت الامارات فهي كثير فكرة حلوة وحبيتها كثير جيهان يلا نبلش الفيديو ونقول لها شو هو فكرة الفيديو تبع اليوم يلا طيب نايمة قاعدتينا وخلينا نرجع مرحبا يا جماعة كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير اليوم نحن وين؟ هذا أول فلوج لنا طبعاً بعد فلوج السفر ببلجيكا مثل ما قالت جيهان هلو يا جماعة كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير اليوم اليوم كثير مبسوط أول شيء مبسوطين منكم تفاعلكم تعليقاتكم الحلوة اللي بتجنن والله عن جد يا جماعة بيضتوها على انستغرام وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى كل مكان بيضتوها ديوار بتعرف ان اغلبيه قالوا ارجعوا على بلجيكا اشتقنا لكم هون فيديوهات هون احلى بس نحن لما بنروح على دبي كشغل عم نروح لهنيك واكيد والله بالشهرين كثير اشتقنا لهون وهن اشتقوا لنا يعني نروح نجي بصير عادي بعدين صح عائلتنا وكل الناس اللي بنعرفهم وبنحبهم بيكونوا هون بس الواحد احيانا بيضطر لظروف مثلا عمل وما عمل وهيك فبيلتجئ انه يسافر ممكن يرجع ويروح ويرجع المهم ما رح نطول عليكم بظن فهمتوا علينا كل شيء بس اليوم لو غير على طلبكم طلبتوا انه نشارككم يومياتنا هون مع حماتي وعمي بالعيله بشكل عام فاليوم شو رح نعمل اليوم قررنا نعمل انه فيديو طبخه بخص شلون بدي اقول لكم طبخه كرديه فهي الطبخه فيكم تقولوا عنها كرديه 100% 100% مشهوره بس مشهوره عنا بالمنطقه اكثر من الاماكن الثانيه مثلا كعفرين فبظن اهل عفرين الكل رح يعرفوا وفي ناس من حلب رح يعرفوها حتى لو مو اكراد لانه بتعرفوا نحن حلب وعفرين يعني تحسوا انه صايرين جزء من بعض وهيك وعاداتنا وتقاليدنا وحده فالمهم يا جماعه اليوم حبينا نشارككم هذا الشيء بس مع مين مع بابا وماما فالمهم يا جماعه اليوم فيديو رح يكون كثير حلو حماسي وفيه عيله وفيه دفى وفيه حنيه وفيه كل شيء وفكتير الناس طلبوا منا انه شلون نعمل يوم انه بخص كردي مثلا فقررنا انه نعمل هذا الشيء عن طريق اكله كرديه فالمهم يا جماعه لكل حدا جديد بالقناه ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس وتتابعونا على انستغرام تيك توك وسناب شات وقناتي الخاصه بصندوق الوصف روحوا شوفوا شو اشتريت سوقت المهم يا جماعه ما توهزونا على الاضاءه هون شوي ضعيفه فالمهم يا جماعه خلينا نبلش بالفيديو ليتس جو يا جماعه هون في عندنا شو خليني ورجيكم ما عم تنفتح فيه كلمة سر شوفي عنا في عنا فروج مع بطاطا رح نعمل طبختين اليوم هي طبخة معروفة كلكم بتعرفوها ليش طبختين؟ بنت حمي هي اللي تبلت ما بعرف شو حطيت ما لحقت اصور شيء طبختين لأن الطبخة الرئيسية اليوم رح نعلمكم أكلة كردية طبقة كردية اللي مشهورة بمنطقتنا صح ولا لا سيوات؟ صح هي أكثر شيء هي اكثر شيء بعفرين مشهوره ومعروفه فما بعرف يعني من المناطق الثانيه تبع الاكراد بيعملوا طبق نفس الطبخه ولا لا بس بعفرين هي معروفه جدا 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 وهي طبخه كرديه عن حق وحقيقي اسمها شو بورانيه معروفه يا جماعه كثير طيبه ومفيده وعباره عن كذا شيء رح نورجيكم هلا حماتي شو عم تعمل خلينا نشوف ماما شو عم تعمل اول شيء عملت شو هي جيهان هي عيران لبن ومي يعني لازم العيران يكون شوي انه تقيل ما يكون مثل المي مشان انا رح نحركه هلا رح نورجيكم كل الخطوات مشان اذا حبيتوا تجربوها يكون عندكم معلومات نورجيكم هلا يا جماعه شو شو المكونات اللازمه لهي الطبقه الاساسيه طبعا في عندنا هون كوسه وباذنجان في عندنا وحده ثانيه في عندنا هون بندوره في عندنا هون شو عدس وكمان في عندنا بصل مع حمص هاي الطبخة كتير مفيدة صح حماتي؟ مفيدة هلا رح نشوف أول شيء ماما رح تعمل الطبخة ماما عم تقلي إنه في طريقتين بيعملوها جيهان شوفي خوي
سلاف واكيب وستر مود كانيوني بالبدايه هاي شوي تسلقوها بعدين حطوا العيران وايدي شي تكيونو دايو فوتشيكي تعملوا العيران بيبوزو بيبارو بعدونو تحطوا كل شيء قشتكي تيكي وديني ساريرو بقارني بدا التاريخ المهم ها ما فهمت ما فهمت ايش راح في لها طريقتين يا جماعه. الطريقه الاولى انه نحمس هاي مع بعض بالزيت وبعد نحط العيران اللي عنا جاهز هون وبتحركوها بتحركوها مشان ما يفرط ايه. يس. او الطريقه الثانيه بنخلي هاي لحال لبن بنعمله لحاله وبعدين بنحط كل هاي الخضره مع بعض جوا اللبن وبنحركها. بس ماما اي طريقه بدك تعملي؟ هلا اي طريقه بدك تعملي؟ انا شو كيفين الطريقه تشيكي؟ اكيد بيت تشيكي وتشاك مسافتي وبوشيتي تشيكي عمو سافتي بتوصل بوشي دارتيكم وبقعد اوكي. حمد رح تعمل الطريقه الاولى تمام. المهم الطبخه طيبه يا جماعه خليكم معنا اهم شيء مثل اللبنيه ما يفرط اللبن. على فكره جيهان انا وقت كنت صغير ما كنت احبها ابدا ابدا ابدا، هلا صرت عاشقها وبموت بالطبخه يعني كثير طيبه. كثير بحبها هيك طبخه طيبه طيبه. اول شيء هون ماما قطعت الكوسه وهلا حطها البنجان. جيهان انت ايش عم تعملي على اساس انه انت عملتي الطبخه وساعدتي حماتك وما بعرف ايش؟ عم تشري بندوره؟ ما عم تعملي خلص انت بتعرفي تشري بندوره شكرا. هم فحل الزبن. ماما حاطه البندوره بالمي السخنه فورا عم تتقشر. شفتوا اسهل تعلموا. بتعرفوا بعد ايش اسمه بنتين وصبي. بعد بنتين وصبي ما بيصير. هلا بيجي صبي على الطريق. الله شوفوا قد ايه حياه سهله مع حماتي. حطيت مي سخن مشان تتقشر بسرعه من دون ما تتعزل بالسكينه. ويش اسير كم صار معكم؟ في فلفل ما قلتي لنا جيهان. في فلفل كمان شوفوا كيف قطعنا الباذنجان كبير. لا كبير ولا صغير؟ ايش عم تعملين هون؟ ما بعرف. قطاعة شو مطبخ وقطاعة يعني في كل شيء. ما لها دخل هون. خليني اشيل هاي. يا جماعة هاي العدس بتسلقوها هون. شوي مو كثير. شوي. لأنه رح تنسلق مع اللبن هلا بعد شوي. حتى هاي الحمص جمع. المعلب قبل جاهز. أنا حابب آخذ هيك لقطة مع ماما ولقطة مع بابا وأنتم تكتبوا لنا بالتعليقات. انا يعني بشبه ماما اكثر ولا بابا اكثر ولا اخذ من الاثنين؟ فشوفوا مثلا انا بشبه ابوك اكثر. هاي ماما بس. هاي انا هاي ماما حاطه نظارات. فهلا رح اخذ لقطه مع بابا وشوف انتم تقارنوا يعني انا بشبه بابا اكثر ولا ماما اكثر. جان انت بتقولي شو؟ انا بقول تشبه بابا اكثر. والله؟ ايه. بس في حدا بيقول لي انه بتشبه امك اكثر. ما بعرف. لا فانتوا اكتبوا لنا هلا بالتعليقات. فيا جماعه هلا رح تشوفوني مع مين؟ مع هون مع بابا. فشوفوا انا بشبه بابا اكثر. بابا لف شوي هيك مشان الاضاءه. شوف شوي على فكره هذا بابا. انا عم سلم عليكم. عم سلم لكل اهالي عفرين هون عنا والمتابعين كلهم. فشفتوا بابا شوي ما حد يطلع قدام الكاميرا. فشفتوا انا بشبه ابوه. انا بتوقع انا بشبه بابا. فاكتبوا لنا بالتعليقات اذا بشبه بابا ولا ماما اكثر شيء. هلا اول شيء حطينا البصل زيت زيتون مع البصل فرمناه هيك. الخطوة الثانية رح نحط خضرة. آخر شيء رح نحط اللبن وندوره نحركه نحركه نحركه. حبايبي التوابل بس رح تحط حماتي بالعادة يعني الملح وفلفل أحمر شوي هيك يعني لحد طيبة. أنا بحبها حد والله بس مشان الأولاد لازم أنا أعملها. يا جماعة في هون حماتي عاملة مخلل شغل بيت يا جماعة. أنا الله هي طيبة مع بتعرف شو؟ كمان هي معروفة عنا. ايه خلي الشوندر الأحمر طبعا. الأحمر مو السكري. شوندر السكري هذا في شوندر أحمر يمكن أغلبكم بتعرفوه. في ناس بيعرفوه. ايه أغلبكم بيعرفوه كثير طيبة. سموخ كري كمان ثوم بيبر كري فلفل سماء وثوم وفلفل. على فكرة جيهان الشوندر الأحمر كثير 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 مفيد مفيد. أنا بحبها عن جد بحبها هيك وبحبها أكلة شلون بدي أقول لك كثير طيبة. إيه بس مسلوقة وشوية ملح بس كثير طيبة. طيبة حماتي حبيت تورجيكم شغل بيتها. يا جماعة بعد البصلات تنتبهوا ما يحترق بتحطوا الكوسة مع باذنجان اللي قطعناهم بتحركوا هيك
ايه عمي عمي رح يعصب. اه على فكره بابا مثلي 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 انا وجيهان بس نفوت على المطبخ وجيهان تطبخ طبخه امي او ماما تطبخ طبخه يا انا يا بابا منفوت فيها عشوائي. يا عمي جاي شيك معصب عم بيعمل هيك انه قدين قطعه كبيره انه لازم زغرطيهم شوي لازم تزغروا شوي حرام. هاي شيف الكبير استلم الطبخه. بابا بيعرف الطبخ وقت كان عسكري بالجيش كان طباخ. بابا ايش كنتوا تطبخوا مثلا لل ايش اسمه بالجيش؟ حسب البرنامج مثلا مثلا اكثر شيء اكل اكل معروف يعني اكل معروف ما في اكل معروف يعني ايش كنتوا تطبخوا؟ مثلا حتى في شوربه في فاصوليه في بلغر في الرز اه كنت اطبخ هيك شغلات حسب البرنامج. فهلا ضفنا العدس كل شيء مع بعض هلا ضفنا والحمص هلا كل شيء صار مع بعض هلا ايش بتحمصوا ايش بيقولوا هلا بس تي بس شوي بس تي بس شوي رح نحط اللبن ضفنا نحط اللبن وبعدين بنحركه 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 لبين ما تغلي مشان ما يفرط. خلاص اجى بابا ماما استسلمت. ماما ليش ما عم تطبخي انت؟ ليش ما عم تحكي حماتي؟ انا عم فعله انا عم فعله انا عم فعله هلا يا جماعة رح نحط اللبن العيران اللبن هون العيران جاهز شوي شوي حركي شوي شوي اشبك خلص رح نضل نحركه خلص يا لازم نضل نحركه. ماما هي لازم تتحرك لبين ما تنغلى ايه طبعا مثل اللبنيه كمان ما بيحطوني بكاله اه لا ما تنغلى يا جماعه والله حسيت عمي معه حق القطعه كانه شويه كبار ما بعرف فهلا على السلة شوي بيصغروا فالشيء اللي حابب احكيكم اياه يا جماعه انه بابا بيعرف يحكي عربي كونه انه يعني بيعرف يحكي عربي انه من العلاقات وهيك وجيش والمهم دنيا بس ماما انه بتفهم عربي بس وقت بتحكي كلمات بسيطة وهيك يعني بتخلص حالة قليل جدا 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 فلهيك ماما ما فيها تحكي بالعربي تقريبا ابدا عادي حماتي ما تحكي على كده. يا جماعة انا هلا لحالي بالمطبخ قلت لها حماتي روحي عدي وارتاحي بس علمتنا كم الخطوة شو نعمل مشان تشاركنا بالفيديو كمان فهلا عم بستنى تجهز الطبخ وكمان عم نستنى اخي لحتى نجهز السفره وهيك ناكل قعده جماعيه مع بعض عن جد الاكله مع بعض غير يا جماعه والله يا جيهان نسينا اللي بالفرن لك لا لا اي والله اوه اه تغربش فورا ها لسه ما لسه بده شلون ما فرحت لا لا ما احترقت لكن بشمحي شوفوا شلون ليش صاير هيك؟ لك مو صاير هيك هلا هي مشربها هي شوربة هي طيبة وكل شيء هي مقبلات للسوار هالبراني بس لازم شيء ثاني لازم يكون يا لحمة يا فروج لازم يعبي كروشة بلحمة وفروج والله أنا بشبع بهاي لا تنسيها هلا بتقطعيها بتخربي لا. كل شيء والله لا شغل ماما بتخربيها كل شيء مو بس هيك هلا الناس بعدين بيكتبوا بالتعليقات إنه ماما كانت تعرف لا بعرفوا أكيد يعني أكيد بيعرفوا تاكل بالمطبخ يا عمري ليش ما عم تيجي عندي تاكلي هون بدك تاكلي لحالك هون يا عمري اتينا نايمه صحه وهنا رح احط لك هلا فروج كمان يا قلبي يا عمري سيوار جاهز للاكل يا جماعه جعنا كثير على فكره هذا الاكل ما بده تقييم جيهان لانه انا بعرف ماما كيف تطبخ وكيف تعمل فيعني مستحيل اقيم اكل ماما انا ما قبل ما اكل رح اقيمها 10 من 10 اوكي اول شيء يا جماعه صرتوا تعرفوا كيف بتنعمل كثير طيبه جربوها وخبرونا لا انا لسه اول شيء لازم اصوركم بعدين بدو طيبه ما بالشده بالاخص هاي الاكله عن جد طيبه ولكل حدا من عفرين يكتب لنا اذا بتحبوا هالاكل يعني قديش بالمية بتحبوا الاكله خليني انا كمان اقعد جعت هي شوي احترقت بس انا بحبها هيك والله انت كيف بتحبها هيك ولا لا انا بدي اكل هي ايه اوكي بدي صحه هون خليني اكل يا جماعه
جماعة هي سايرة شيبس عن جد بس كتير طيبة. أنا عم حاول أخذ أكثر قطعة أكثر وحدة مأمرة البطاطا مأمرة؟ يعني أنت كلك على بعضك مأمرة. أنا بحب هيك شغلات أكثر. ما شبعتي لسه ولا؟ أنا دائما بقوم آخر وحدة مشان أجلي مو مشان شي. برافو أحسنتي. فلهيك أنا قايم قبلك هلا. والله؟ إيه هلا قول. سوار هي الثالثة صح؟ أنا كنت عم براقب الرابعه عم تمزح صح وانا على المطبخ حبيت واحده شكلك اشتقت لطبخات امك حسيت يا جماعه بدي احكي لكم شغله شو رح تحكي يمكن ما بعرف حدا منكم لاحظ هذا الشيء او لا شو يعني احنا انا حسيت انا بيني وبين حالي حسيت انه انا وجهان شخصيتنا تغيرت هذا الفيديو عارفين ليش لانه يمكن ما لنا متعودين نصور هيك بلوكات بس انتم يعني كثير حاولتوا تطلبوا لنا هذا البلوك فعلم يا جماعة إذا صاير في تقصير نقص زيادة فبتمنى ما تواخذونا لأنه يعني عم نحاول شوي شوي نصور النوع بين البلوجات تبعنا ونصور ملخص صور العائلة فإجباري وقت يكون معنا حدا جديد بالإيش اسمه فيديو بالفيديو وهيك ولسه ما بنعرف كيف رح نتعامل يعني شلون هو الفيديو عفوي يعني بظن فهمت علي أنه مثلا أنا فهماني قصدك يعني هي لا. عفوية بس انه كانوا جاي ضيوف لعندكم وكنتوا تصوروا وتطالعوهم الفيديو فلهيك يمكن ما بتتواخذ شوي شخصيتنا شوي تغير نحن عم نصور اوريدي هن الشيء اللي بيحبوها وصار لي ساعه عم اقول ذوق هي كثير طالعه طيبه مع بنت مي ما عم تذوق كثير طالعه طيبه والله كثير صايره طيبه عن جد هي هيك والله شوف ذوقها ذوقها هيك سوار كثير مأمره صايره مأمره محمره يعني محمره ايه مع البطاطا يمي حط شوي بهذا الزيت طبعا من دون هاي مستحيل صحة وهنا بعد ما الكل قام واخذنا راحتنا بالتصوير ما حابين نزعج حدا بالتصوير يا جماعه في حدا ما حب يطالع تفاصيل الاكل وهيك ما عامله اختك بينا بينا طلخ البط عوام هي عم تخصف جبهات يعني صحة وهنا انا ما راح احكي معك شيء لاني مبسوطه هون شو كيف طيب؟ ايه صار لي ساعة بقول لك كول 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 لأنه كانت سخنة ايه بس قلنا أول شيء يعني اوكي يلا صح مشان هبة الطبخة يلا كول مشان نروح نجلي بقى بتعرفي شو جاي على بالي؟ شو؟ جاي على بالي شو شاي هلا بعد الأكل مع إنه مو صحي بس عامل لك شاي مو صحي أحسن ما أشرب كول ولا بشرب شاي إلا شاي هلا صار وقت شو جي هم بعد ما جليت الجليات صار وقت الشاي أنا وين الشاي صحيح؟ سخنت المي وراح جهز هلا عم بغسل الصينية هاي وراح احط البتيفور مو البتيفور المعمول اللي جبناه من الامارات بصراحة اطيب معمول بدوقه بحياتي بتشهي كتير طيبة فيها تمر وهذا كله صاير انه من دون لاكتوز من دون سكر ما بعرف يعني من دون كالوري كمان ايه من دون كالوري يعني عاملين طريقة كتير حلوة انا كتير حبيت فمنيحة لحماتي وعمي مشان صحتهم كمان خلينا نجهز الشايات اجا شحد على باب الدار ترم ترم قالت للحلو على الله الله طلب بوسي ما عطيته طلب بوسي ما عطيته قلت له حرام يوم الجمعة يا عيني قلت له حرام يوم الجمعة بالي بالي بال وحالي حالي حال سوار بيعز اللي عم بحضر الشاي صاير رومانسي لك عم بيستنوا الشاي اللي بهدلوني على وين الشاي الشاي مو جاهز خلاص شو بدك لا بس اشوف صوتك كثير حلو المتابعين عم بيطلبوا منك انك تغني عن جد عن جد صوت حلو بس ما عم بتشهد طب جيبي لي كلمات جيبي لي الحان اغني منين بدي اجيب انا كلمات انا اوكي بغني بس ما بعرف اضبط كلمات انا مشان تعرفوا بشجعه كتير كمان بس هو شوي كسول كسول؟ ايه سوار الله يوفقك يعني ما بعرف حبيبي قبل ما تفتح ايش اسمه المعمولات ليش كل الكاسات نفس الشيء الا هي؟ لانه هاي المميزة الجميلة لعمي عمي اذا ما كان كاسة صغيرة بهالحجم ما بيشرب فيها ايه والله صح. حتى لما كنا هون كنت جايبة من بيتهم كاسة مثل هاي بس مشان اذا اجى لعنا يشرب منها ايه بابا ما بيشرب الا غير بهاي الكاسة هاي الكاسة الملكية فاشرب منها يا غلام مو لي انا ملكي انا ما بحب هدول بيقول كاسة ملكية هذا ما خرج الشاي لازم شاي مزبوط كلامه مثل باب الحارة جيبي لي كاسة مثل معناته شوف كل المعمولات
يسلم 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 الله 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 كله طيب. هذا هي عامل لنا مثل سكسيل ولا هي سكسيل؟ لا هي بالتمر سوار. بالتمر بالتمر مو بالشوكولا. بشهي جنة البنات. يا جماعة مع أجواء العائلية لابد نشغل مرايا. الله يرحمه حسن دكاك ياسر العظمة الجميل جدا. سوار شو عم تعملين؟ عم تخصص بزر؟ في تمر شغلات شهوية في جوز. يا سلام صحة. هنا شو عم تعملين كنتي وين؟ كنت عم صور التينة. التينة مامي شمت شمت الروايح. ايمت رح تتمشي مامي؟ ايمت رح تتمشي؟ بيكابو. التينة صايرة عم تخجل من عمي كتير. يا عمري خجلانة. شو بدك مامي؟ شو بدك تاكلي؟ اتون. اوه يا عمري إلا كما بتحب الفستق كتير يا عمري. جيهان طعمة هاي الفستق غير اللي مقشرة. ايه صح طيبة أكتر قشرية من إيدك وكاكس طعمتها مختلفة جدا جدا. صح أطيب وقت الأعياد ما؟ يا عمري صحة وهنا. تنتون شوفولي إلا عم تاكل فستق. يا عمري سليكي لا عم تضحكي مامي. حركات كيوت كبراني. وشوفوا يا جماعة عم تعلمي حركات جديدة. سيوار شو عم تعمل؟ اتركن هاي مو لألك. اتركن اتركن اتركن. كلهم جداد؟ ها؟ مين هدول؟ هاي اليوم نزلت على السوق. يا جماعة إذا حابين شوفوا شو أخذت تعالوا على القناة الخاصة. سيوار حبيبي في في حبيبي هذا منام منام في هذا منام اصحى. ما حنخلص انا وبنتك اثنين صرنا ثلاثة ما حنخلص. خلص سوار غير المود حبايبي. شلون بدك تغير المود وكل هالكيف الفاتورة هي جديدة؟ كيف الفاتورة هي؟ خليها ذكرى حطها بالبرواز عندي. خلي ذكرى جميلة عندك. خلينا ننهي الفيديو لأنه في عندك حساب ثاني هلا. اوكي يا جماعة خلينا هلا عم نضحك قدام الكاميرا بعدين وقت الكاميرا بشوف. اوكي يا جماعه هيك شو مش حبابين وهيك بس هلا صار مزحك كثير ما شاء الله خفيف. بعرف بس طفي الكاميرا خلص زر عن جد انا ما كنت بعرف الفاتوره هيك طوله. فاوكي يا جماعه تنزيلات ولا مو تنزيلات؟ روحوا احضروا الفيديو لتعرفوا تنزيلات ولا لا. بتنزل الفيديو على قناتك؟ الفيديوين بينزلوا نفس اليوم. هالشيء رح تشوفوا لابسين نفس اللبس. المهم حبايبي ان شاء الله تكونوا حبيتوا فيديو اليوم. حبينا هيك شارككم فلوج عائلي على طلبكم. مشان انا كمان كنت حبيت الفيديو هيك لانه اليوم كله كنت مبسوط يعني الا باخر الليل. اوكي يا جماعه هلا رح تشوفوا متغير كل شيء الكاميرا والاضاءه وكل شيء والصوت يمكن لانه طفي الشاحن بصراحه باخر الفيديو. فالمهم يا جماعه هيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا حبيت الفيديو اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك للفيديو وما تنسوا تتابعونا على انستغرام تيك توك سناب شات قناتي الخاصه بصندوق الوصف مشان تحضروا المشتريات وبلوج التسوق معي الرابط بصندوق الوصف. فا اوكي يا جماعه هيك ضلوا بخير ونشوفكم فيديو جديد. باي.